العنوان الثالث هو إيران. أنت على الآن، على الآن ما رديت أو رديت رد ضعيف، خلص ما عاد فيك تدعي إسرائيل التي ستعيد تشكيل الشرق الأوسط. هذا الخطاب بدك تضبه وتلاقي له محل تحطه فيه. شي جارور، شي كتاب تاريخي، شي متحف، لأنه يعني خلص أصبح غير صالح للاستعمال. شايف؟ وبالتالي ترجمة خطاب القوة الإسرائيلية كقوة إقليمية كبرى، وهذا تحرص عليه أمريكا. ما حدا يضحك علينا ويقول لنا أمريكا زعلانة إذا إسرائيل تسيدت الشرق الأوسط، وإذا كل العرب صاروا واقفين بالصف بدهم يبوشوا له إيدي لنتنياهو، وبعضهم راغب بذلك. لكن هذا شرطه أنه في مقابيله هلأ سيد آخر في الإقليم اسمه إيران ومحور المقاومة، أنه أمريكا قلبها أنه إسرائيل تقوى على إيران، زعلاني أمريكا إذا إسرائيل قويت على إيران. عمين عم تضحكوا؟ من هو وكيل أمريكا في المنطقة؟ من هو كلب أمريكا في المنطقة؟ من هو شرطي أمريكا في المنطقة؟ من هو حامي التقسيم والفتن في المنطقة؟ من هو حارس المصالح الأمريكية في المنطقة؟ إسرائيل. كانت مشكلة أمريكا مع إسرائيل أنها لم تعد قادرة على أداء الوظيفة، مش إنه وظيفتها غلط، إنه هي صارت أضعف. فإذا رجعت إسرائيل واستردت قوتها بترتاح أمريكا، قواعدها بتصير لا تاكل وتشرب وتلعب جولف، وهذا ببطل لهم شغل العسكر الامريكي، بصير في اسرائيل اللي بتفزع اللي بترعب اللي بترمي الذعر اللي بتفرض معادلات. فاسترداد اسرائيل لهذه الهيبه، انا بتذكر بسنه 2003 اللي منكم بحب يبحث ويفتش يفوت على الانترنت في مجله اسمها ذا كونسرفاتيف اللي هي المحافظين، اللي مش المحافظين الجدد، هذيك نيو كونسرفاتيف. الكونسرفاتيف هن المحافظين الاصليين بالحزب الجمهوري. كان فيهم واحد اسمه باتريك بوكارين، مرشح في وجه جورج دبليو بوش على الرئاسه بال 2000، يعني بال 2000 ترشح بالحزب وصعد. باتريك بوكارين هو احد منظري المحافظين في الحزب الجمهوري ضد النيو كونس اللي هن جورج بوش. كتب مقال بوز وور، حرب من؟ بعتقد مش باطل 2003، بيقول بهذا المال، طبعا مستعرض هو الفرضيات انه هذه الحرب على العراق انه هدفها النفط، الاستراتيجيه العراق المكان الاستراتيجي يعني الموقع الاستراتيجي، تهديد ايران، تهديد سوريا، عامل مجموعه الفرضيات المتداوله. بيقول انه انا طبعا برايي فيها يعني بعض من هذا كله، لكن جوهر هذه الحرب، جوهر هذه الحرب هو انها انتقام من هزيمة إسرائيل عام 2000، ومحاولة لرد الاعتبار لمكانة إسرائيل الإقليمية من خلال أن العراق يفصل سوريا عن إيران، يقطع أي إمكانية، وعبر العراق يمكن تهديد إيران وترويضها، ويمكن تهديد سوريا وترويضها، ومن خلال تهديد سوريا عزل حزب الله، وبالتالي فتح الطريق لتقوم إسرائيل بحرب لتنهي حزب الله. بيختم مقالته شو بيقول؟ بيقول هذه حرب دولة وحرب حزب وحرب زعيم، إنها حرب دولة غير أمريكا، وحرب حزب غير الحزب الجمهوري، وحرب زعيم غير جورج دبليو بوش. إنها حرب دولة اسمها إسرائيل، وحرب حزب اسمه الليكود، وحرب زعيم اسمه أريال شرون. كان وقتها شرون. فهي أمريكا يعني روحها، تمنياتها، مصلحتها، استراتيجيتها رد الاعتبار لإسرائيل. هي ضيافتها أصلا كل هذه الملفات الأمنية السرية التي استخدمت في مواجهة حزب الله، والتي لعبت دورها في توجيه الضربات القاسية من الاغتيالات إلى الضربات البيجر واللاسلكي وسواه. فأمريكا تتمنى لأن يكون بين يديها ما يمكن أن تعطيه لإسرائيل لتمكنها أكثر. طيب هلا مع إيران إيه بتقعد هي وياه بتشاور إنه إذا عملتوا هيك شو بصير، وإذا عملتوا هيك وبدنا نتفادى أن يحدث الأسوأ شو مطلوب مننا، شو مطلوب منكم؟ هذا من موقع المصلحة المشتركة. وبالتالي في مأزق أمريكي إسرائيلي الآن، إذا مأزق أمريكي إسرائيلي في كيفية التعامل مع الضربة الإيرانية التي جاءت مفاجئة. هن اعتبروا أنه مضى شهرين وإيران ما ردت، ما راح ترد.
إيران كانت عم تتعامل مع معادلة إنه طبعا هي يعني كان عندها انتخابات رئاسية، وبعده أصلا قتيل الشهيد إسماعيل هنية في يوم تنصيب الرئيس، بعد لا مشكل حكومي ولا عاملي وهذا، وفي مقاربات بإيران. إيران بلد فيه تعدد سياسي، والرئيس جاي من بيئة، هالبيئة بتقول ما نستعجل، خلي نطول بالنا، خلي نشوف، عم بيقولوا بدنا نعمل الاتفاق بغزة، في مفاوضات في كذا، بركي توصل لنتيجة، قد يكون القطريين اتصلوا فيهم وقالوا لهم انه نحن يعني على ابواب الوصول لاتفاق. اخذت الامور وقت، بهالوقت صارت الضربات التي تناولت حزب الله بشكل متسارع، وانتهت باغتيال سماحة السيد الشهيد المقدس. خلص حسم الامر في ايران، انه ما بقى فينا نعطي وقت، هذا اللي صار كبير كثير، هذا اللي صار زلزال على مستوى المنطقة، وبالتالي الآن يجب أن يكون الرد مضاعفا، رد على اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية، ورد على اغتيال القائد الشهيد سماحة السيد الشهيد المقدس. طيب أمريكا قبل بساعات أصلا عرفت وبلغت إسرائيل، وأنا دائما أستعمل هذا كما أستعمل ما يحدث في الجبهة من ثبات، من صمود، من صلابة، ما يحدث على مستوى الصواريخ، لأطرح سؤال. كل اللي بيقولوا انه الاغتيالات نتيجة اختراقات بشرية. طيب إذا في قيادي بحزب الله أو بإيران مخترق لصالح الإسرائيليين أو لصالح الأمريكيين، هي مثل الطوفان. انه لو في قيادي بحماس مخترق لصالح الأمريكان أو الإسرائيليين، يا أخي كيف ما عرفوا بالطوفان؟ كيف ما عرفوا على أعلى المستويات؟ لأن هذا قيادي، هذا مش مجرد مخبر شاف قدامه الناس عم تعمل مناورات، بعثوا لهم اللي شافوا المناورات، وهلا هن عرفوا باطلاق الصواريخ الايرانيه اللي على الاقل في 1000 شخص عرف فيها بايران، مستوى القيادي ثم المستودعات اللي طلعت الصواريخ ثم المنصات ثم اللي بيضيف قهوه بمكتب ضابط بالحرس معني بالعمليه ما عرف. طيب لم يعلم الاسرائيلي الا قبل ساعات لما بلغوا الامريكي، وقال له الامريكي هلا اجتنا صور الاقمار الصناعيه، كيف بيكون عندهم اختراق بالقياده؟ وهذا كله ما قدروا يعرفوه. كيف عندهم اختراق بقياده حماس وما قدروا يعرفوا بالطوفان؟ كيف عندهم اختراق بقياده حزب الله؟ قادرين يوصلوا للتنقلات ولمكان السيد ولا 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 ولا، بس ما قادرين يوصلوا الى اطلاق الصواريخ، يعني الى منصات الصواريخ بالجنوب، والى مصادر قوه البنيه التي تقاتل في الخطوط الاماميه. كم مزح هذا؟ عندهم تفوق تقني مبهر، نحن مكشوفين قدامهم كلنا، كل واحد متصل، وكل قادة المقاومة مش متصلين، أولادهم إخواتهم أماتهم بياتهم رفقاتهم كلهم متصلين. فأنت لما تكون جزء من شبكة عنكبوتية فيها 100 شخص، 99 متصلين وأنت الوحيد المش متصل، تشخيصك من خلالهم بصير ممكن، وبرامج الذكاء الصناعي اشتغلت على هذا. إذا 10 أشخاص بمطعم أو بمكان أو ببيت جمعوا تليفوناتهم بسلة، كيف بتبين أماكن التليفونات؟ إذا أنت عندك بس على برنامج اسمه الهواتف المجمعة بالذكاء الصناعي، مسح للبنان، أعطيني وين في هواتف مجمعة، يعني وين في 5 تليفونات محطوطين بلزق بعض مش ورا طاولة قاعدين، مطعم او ببيت او بقاعة اجتماعات، لا بسله بنقطه، صايرين نقطه واحده، بيعطيك بيطلعوا 30 نقطه مثلا، هو 30 نقطه يعني في 30 محل فيها اجتماعات تخشى التنصب، طلع لي اياهم. في انكشاف تقني هائل علينا ان نعترف به، ونجح بالوصول في بصمه صوت، في بصمه صوره، صوره عين، في بصمه حراريه للجسم. انت لما طلعت الواحد من دور التتبع وعندك البصمه الحراريه تاعته وغطى عن الاتصال بكل اللي انت كنت تتابعه من خلاله، خلص بصمته الحراريه صرت تمشي وراه، بفوت على الاجتماع، بفوت على مكان، نزل على مكان عميق في الارض، بتقول هذا يجب ان يكون شيئا، لانه هذا ببين العمق، ببين هاي برامج متابعه الزلازل الطبقات الجيولوجية عم تحكي على عمق 30 متر و40 متر، مش عم نحكي على عمق ال100 وال150 وال200 وال500 اللي فيها غرف عمليات الصواريخ الاستراتيجية في بطون الجبال، عم نحكي ببيروت العاصمة والضاحية، يعني سقف ما يمكن أن تصل إليها بما تطلع لك المي ببيروت 30 35 متر، شو بعدين بتنزل؟
وبالتالي إذا هذا الذي كان يقوم به الإسرائيلي. هون نحن قدام إذا مشكل ثالث اسمه الرد الإيراني. شو بده يعمل فيه للرد الإيراني؟ هلا تحجج جمعه بانه امريكا قالوا ما رتبت المخابره واتصل له اسبوعين يحاول الاتصال بالرئيس بايدن. بايدن شايف حاله عليه ما قبل يحكي. امبارح طلبوا بايدن بالمناسبه في لعب كبير لخلق صوره عندنا انه في يعني امريكا زعلانه منه لنتنياهو بده يشد له ابنه. بايدن اوعى تتركوا حدا يلعب بإعدادات عقولكم في زرع هذا السوس فيها. أنتم معركتكم مع أمريكا، إسرائيل هي لبسان تبع أمريكا. لا طبعا فلتيتوا علينا بس هي رسنوا عندها. وبالتالي في هذه المعادلة في هذه المعركة صار عنده ثلاث تحديات. تحدي اسمه الجبهة البرية، تحدي اسمه عمل الصواريخ على شمال فلسطين، تحدي اسمه الرد على إيران. طيب إذا بده هون مش قادر ليهون وبده يروح تحت المستوى المتوقع منه بكل وحدة من هون هزم. إذا بده يطلع إلى المستوى المتوقع منه شو بده يعمل؟ اجتياح بري، يحاول يوقف الصواريخ بالصواريخ بدها تشتعل أكثر. هلأ اليوم قصف بيروت مثلا، طيب هذا ممكن يرتب، ممكن أنا معمول ممكن يرتب تل أبيب مثلا احتمال، واحتمال المقاومة تعتبر أنه لا قصف تل أبيب بيبقى مشروط يمكن يستهدفوا مراكز بتل أبيب إيه، بس القصف القصف على تل أبيب يعني الأماكن السكنية والخدمية مشروطة بالعاصمة كأماكن سكنية وخدمية. استهداف ممكن يرتب استهداف. طيب شو بوصلك هذا؟ بوصلك أنه كل إسرائيل بطلت قابلة للعيش. اليمن عم يضرب على تل أبيب، العراق عم يضرب على تل أبيب، أهداف على إيلات جنوبك شمالك وسطك كذا، الناس عم بتفل والاستثمارات عم بتفل، بالتالي هذا سيعمق المأزق، هذا سيرفع الصوت الذي يقول إلى أين؟ حرب بلا جدوى، حرب بلا أفق، ما هيك بتوقف الحروب؟ ما حدا يفكر في حدا بيقدر يعمل فن للفن، حرب للحرب، قد ما كان يعني أرعن ومغرور ومعه جنون عظمي بس بالآخر ما بدأ أدوات الحرب، والأدوات عند الأمريكان مش عنده، يعني بده سلاح وبده مال. ما في يعمل حرب بلا مال وسلاح. واللوبيات الصهيونيه في العالم صاحبه قرار مع امريكا انه كيف نحمي اسرائيل من جحشنه ووحشنه اللي بيحكموها. هي من القواعد، مش بس نحميها من الحروب التي تستهدفها، جزء من الحمايه انه ممكن يجي جحش، ممكن يجي وحش. عم بحكي مزبوط، هني هي الخراب الثالث بيقولوا يكون سببه، رجعوا اقروا تحليلاتهم، جحش او وحش. يعني واحد غبي او واحد متهور يحكم اسرائيل وياخذها الى الهلاك الى الخراب التالي. فواجب الحركه الصهيونيه وامريكا جزء منها ان تحمي اسرائيل من جحش او وحش يحكمها، ونتنياهو اثنين. فبالتالي الحرب ما بتكمل عندما تفقد القدره على تحقيق انجاز. طيب هلا عنده هالثلاث تحديات. قبلهم كان حامل ست تحديات نط عليهم بانه على التحدي راح على الابعد. كان عنده انت لم تعد الاسرى، انت لم تنهي قوه حماس، بعد الموجودين نعم. كان عنده هو والامريكي في البحر الاحمر فشلتم ولم يبقى لكم كلمه ردع ولا حضور قوه عظمى يا امريكا، عبر البحر الاحمر حوصرتم ولا تدخل اليكم سفينه، نعم. من جنوب لبنان عندكم تحديين، جيشكم هذا لا يحفظ لكم أمنا، ومشكلة المهجرين. يعني تحدي هيبة الجيش الإسرائيلي وتحدي المهجرين. بعدهم نعم. طيب ستة وزاد عليهم ثلاثة صاروا تسعة، شو بده يعمل؟ شو بده يساوي؟ شو هي الحلول اللي عنده الآن؟ شو عنا يا شباب؟ حدا عم يعطي اخبار؟ في شيء اخبار مهمه؟ حدا جاب لانه حدا عم بيقول خبر حلو، حدا عم بيقول كذا، انا ما صح اللي اقرا يعني. اللي يعني بده يكتب هلا إيه لنا شو اخر خبر عم بي
عم تتداولوا يا شباب، حطونا بالصورة. ف إذا نحن الآن هذا الكيان، ومن خلفه أمريكا أمام هذه المعادلة وهذا الاستعصاء، والاستعصاء يقوم على أن لا إمكانية لتحقيق تقدم في العملية البرية، لا إمكانية لتفادي هذا التصعيد كما ونوعا ومدى في صواريخ المقاومة على الشمال وصولا إلى أبواب تل أبيب. وهلأ على فكرة عم يحكوا أنه الصواريخ اللي نزلت على الخضيرة وعلى قيسارية هي صواريخ تستهدف منصات الغاز، وممكن إسرائيل تنقطع نهائيا من الكهرباء.